تحية وأجمل تحية مرة ثانية، نلتقي مع هذه الشعارات المبدعة والمسرعة والملونة التي تشاركنا هذه الفرحة هنا في هذا الميدان، في ميدان الهباب. نرحل إلى بن غدير، نرحل إلى بن غدير الذي غادر، طلع من الجروب، طلع من المجموعة مبكرا. روح يا ابو علي، روح روح، سكر عليهم، سكر سكر على المركز الاول مايهاب محمد بن مطر بن غدير، المركز الثاني، المركز الثاني فهناك لزام محمد بن راشد بن مرخان، والمركز الثالث اقول ناصي سيف الراشد بن سيف الشامسي. اما المركز الرابع، الرابع الرابع الرابع، شوف روح يا زهير، خلينا نشوف المركز الرابع هذا الشهم خليفة بن سالم بالضبيعة، والمركز الخامس اليويل راشد بن حارب بن محمد الخصوني الاجتبي، ولكن بن مرخان الله من وين هذا الحيد، من وين اللي صار للقعدان قايد، بدا ينفرد وعنده عندك 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 عنده عنده زود عنده عنده، بس يبغي حركه، حرك الحديده، حرك حرك يا بن مرخان اذا تبغي التوقيت. ايوه ايوه ايوه، اعطه 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 اعطه، ايوه يستجيب يستجيب، ولكن بن غدير، بن غدير لك بالمرصاد، يا ينك لا احجنك ساب جنك، يا ينك لا احجنك لا احجنك، راعي ماي هاب لا تمن منه، لا تمن منه، خطير 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 خطير، ولكن لزام، لزام بن مرخان، محمد بن راشد بن مرخان يحاول أن ينتزع المركز الأول، يحاول أن ياخذ النقطة الثانية، النقطة الثانية، النقطة الثانية لبن مرخان، لبن مرخان النقطة الثانية، لزام وصبر، لزام وصبر، تهانينا تهانينا تهانينا، والناموس لبن مرخان. نهني على فوز لزام محمد بن راشد بن مرخان، المركز الثاني البن غدير اللي هو مايهاب. اعذرونا شويه يا ابو ثاني، لان نحن عندنا صايره مشكله عند خط النهايه هني، رمله فالسياره بتغرز، ما وقفنا عند خط النهايه، التوقيت ما نعرف كم الحين نحن، لان مرتين صارت عندنا مشكله هني عند خط النهايه، فنطلب من ابو ثاني ان يدارك هذا الموضوع باسرع وقت، لان اذا وقفنا غرزنا، إذا لفينا السيارات زحمة هني على يسارنا ما نقدر نلف على الشارع. كم التوقيت؟ ما أدري التوقيت ما بصحيح عندنا، أعطونا التوقيت على 050 4630390.